صراحة كانت اكسبيريونس زوينة بزاف، تحدينا فيها راسنا باسكو حنا في حياتنا اليومية كنحتاجوا التحدي وكنحتاجوا المغامرة، وتجربة زوينة ما غاديش انوبليابل صراحة. كنتمنى ان شاء الله نعاودوها العام الجاي والمرة الجاية. الصراحة كانت تجربة زوينة اللي تحدينا فيها راسنا باش تجري 5 كيلومتر، زعما راه تحدي بالنسبة لينا، غادي تخليك أنك تعرف بأنه فاش كتحط واحد لوبجيكتيف قدامك غتبقى غادي عليه غادي عليه غادي عليه باش توصل ليه، لا او نيفو دو لا كورس لا او نيفو ديال لافي ديالك زعما كوتيديان لا بروفيسيونيل ولا بيرسونيل. وكنشكرو أنطاغاريس على هاد التحديات اللي دارت معنا. هو تحدي بمعنى الكلمة، يعني باش دير اون كورس ديال 5 كيلومتر ابخي عندك دي زوبستاكل، فهادشي كيعني ليا انه كيمثل الحياة ديال الانسان. الحياة ديال الانسان فيها بزاف ديال لي زوبستاكل، الواحد خاصو يديباسيهم ويديباسي راسو باش يوصل للهدف. بصفة المشاركة كانت زوينة، كنشكرو اللجنة المنظمة اللي دارت هاد التنظيم، بالاضافة التحدي كان زوين، كان حواجز يعني شيقة، يعني خلاتك تحفز يعني متنوعة. درنا مسافة 15 كيلومتر، 5 كيلومترات بعد كنعتذر، دازك شي زوين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.